السلام عليكم. فأولا مجيئنا اليوم في هذا المقر وهو لتهنئة السيد رئيس الحكومة المعين على الثقة الذي حظي بها من طرف الشعب أولا من طرف جلالة الملك، وكذلك لنستمع إليه لآرائه للطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتكون الحكومة. وبطبيعة الحال أعطيناه كذلك وجهة نظرنا، وإن شاء الله المشاورة ستستمر، وما يكون صالحا للمغرب هو الأهم وهو الأساسي، والحمد لله هذا يعني بشارة الخير، ونتمنى إن شاء الله أن بلدنا تخرج فائزة وناجحة بالحكومة الجديدة التي سيقودها السيد الرئيس السي عزيز خنوش. شكرا لك.